بسم الله الرحمن الرحيم. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. حققت قوات الجيش الوطني تقدما كبيرا في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن قائد ألوية محور آزال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي قوله إن قوات اللواء شنت هجوما من عدة محاور على مواقع تمركز الميليشيا شرق وشمال مركز المديرية. وأكد العميد الحارثي أن قوات الجيش سيطرت خلال الهجوم على الخط الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي وطهرت المنطقة من الألغام، وأوضح أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية بينهم قيادات، علاوة على استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة. وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، ويعقد جريفيث جولة محادثات جديدة مع الحوثيين، ويلتقي برئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت لبحث العراقيل الحوثية أمام اتفاق الحديدة. وتأتي زيارة المبعوث الأممي في ظل استمرار تعنت الميليشيا الحوثية في تنفيذ اتفاق الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة. وانتهت الجولة الثانية من اللقاءات التي عقدها فريق المراقبة الأممية في الحديدة مع ممثلي الميليشيا والحكومة الشرعية انتهت دون إحراز أي تقدم. وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي في تصريح صحفي إنه لم يحدث أي اختراق يذكر على صعيد التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأكد عدم وجود أي مؤشرات لتنفيذ الاتفاق من قبل الميليشيا الحوثية. جدد برنامج الغذاء العالمي اتهامه للحوثيين بالعبث ونهب المساعدات الإغاثية. وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفي فير هوزل إن منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين تقوم بتحويل 600 طن شهريا من الطعام إلى غير المستحقين في العاصمة صنعاء. وطلب ميليشيا الحوثي بوضع حد لسرقة المساعدات الغذائية بشكل فوري. وكان برنامج الغذاء العالمي وتقارير دولية قد اتهمت الحوثيين بسرقة ونهب المساعدات الإغاثية في اليمن. عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة تعز على مخزن عبوات آسفة ومتفجرات شرقي المدينة، هو الثالث من نوعه. مصدر أمني قال إن قوات الأمن تمكنت من العثور على مخزن للعبوات الناسفة والمتفجرات في مربع كان تحت سيطرة العصابات الخارجة عن القانون قبل استعادته عبر حملة أمنية وعسكرية مشتركة. وسبق للأجهزة الأمنية الكشف عن مخزنين مماثلين في ذات المنطقة التي كانت وكرا لمسلحين متطرفين وعصابات الاغتيالات. وإن شاء الله مستمرون وفي التحري والتقصي مثل هذه المواد الخطرة على المواطنين والساكنين في المربع الأمني الشرقي. توفي طبيب أوزبكي الجنسية في سجن تابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب. وقال مصدر طبي إن طبيب عظام أوزبكي توفي في سجن تابع للحوثيين في مديرية يريم بعد 4 أيام على اختطافه برفقة شخص آخر أثناء احتفالهم برأس السنة الميلادية. ورجح المصدر أن يكون الطبيب قد تعرض لعمليات تعذيب نفسية وجسدية. نهاية الموجز، في أمان الله.